كده خلصنا من دول الجزئيه اللي هي اي كلام يعني، هي المقدمه. المقدمه بتبقى مش ظريفه يعني. ماشي، هناخد دلوقتي موضوع مهم جدا بقى طبعا، اللي هي الميكانيك اوف ريسبيريشن. يعني ميكانيك اوف ريسبيريشن اللي هي الفورس، اللي هي القوة، ما هي القوة او ما هي الاشياء التي تكون مسؤولة عن عملية الشهيق وعملية مين؟ ذات الجسم. بس دي نسميها ميكانيك او ميكانيزم يعني، او ميكانيزم اوف ريسبيريشن. بقول لك ميكانيزم اوف ريسبيريشن معناها ازاي بنعمل يا جماعة طيب، ازاي بنعمل مين؟ ذات الجسم. دلوقتي هبتدي الجد بقى، هبتدي الجد من هنا دلوقتي. خلاص؟ او الميكانيزم اوف ريسبيريشن ازاي احنا يا جماعه بنتنفس، ازاي بنعمل شهيق مسدود. او قبل ما اقول لك بنعمل شهيق زفير، هو انت سيادتك بتتنفس كام مره في الدقيقه؟ ما هي عدد مرات التنفس في الطبيعه؟ معلومات عامه. القلب بيدق كام دقه في الدقيقه؟ 70 او 71. ماشي، دي اثنان. طيب بتتنفس كام مره في الدقيقه؟ اضرب اي رقم ما بين 12 و 20، يعني بتنفس حوالي 12 مره في الدقيقه. لو اقول لك بتنفس 12 مره في الدقيقه، كل مره اسمها حاجه اسمها ريسبيرتوري سايكل، دوره تنفسيه. دوره مين؟ الدوره التنفسيه ريسبيرتوري عباره عن حاجتين، عرفت مين؟ زي ضربه القلب. ضربه القلب يا جماعه عبارة عن حاجة اسمها مرحلة السستون ومرحلة حاجة اسمها ستريس، هو انقباض وارتخاء. فلما أقول لك إحنا بنتنفس 12 مرة في الدقيقة، عايز طب خاطر، يبقى كل دورة تنفسية كام ثانية؟ هقول لك ده سؤال واعي بقى. خمس ثواني. الدقيقة فيها 60 ثانية. وبقول لك أنا بتنفس 12 مرة 60 ثانية. كل مرة تاخد كام الثواني دي؟ 15. اقسم 60 ثانية على مين؟ مرات التنفس بيطلع زمن مين؟ زمن الدورة الواحدة. هو طلع خد كام؟ 5 ثواني. 5 ثواني، 8 يبقى الشهيق والزفير بياخد كام ثانية؟ 5 ثواني. يبقى كده بتنفس كام مرة في الدقيقة؟ 12. واضحة دي؟ طيب امتى العملية متظبطة؟ ثانيتين شهيق 3 ثواني زفير. ثانيتين شهيق 3 ثواني زفير. ده يا جماعه اللي اسمه فايريشن. ده مين؟ اكس فايريشن. يبقى مين بياخد وقت اطول؟ زفير بياخد وقت اطول من مين؟ الشهيق. طيب ماشي، ما علينا. وقلنا كام ريسبيرتوري سايكل؟ ده سؤال بيجي في الامتحان. انت في رسم عندك كام؟ 12. قول 12. 12. طيب وكل ريسبيرتوري سايكل عباره عن شهيق وزفير. قول لي بقى، قول لي هنا السؤال بقى، كيف يحدث الشهيق وكيف يحدث الزفير؟ طبعا في ربنا يا جماعه خلينا مركز سنتر موجود في البرين ستيم، حاجه اسمها مضغه الجاتا، حاجه اسمها البون. السنتر ده اسمه مركز تنفس. مركز مين؟ تنفس. صحصحوا معايا. هذا المركز اللي هو الاسبيرو سنتر ده هو اللي بيقول العمليه، هو ده اللي بينظم عمليه مين؟ الشريط وعمليه الدين. طبعا هناخده برضه تفصيله وين بس بعدين. ولكن لو انا اقول لك بقى المركز التنفس دوت اللي هو الاسبيرو سنتر بقى اللي هو قاعد فين؟ قاعد في السي ان اس. السي ان اس اللي هو عملنا برين ومين؟ سباينال كورد. فقال لك لو انا هشرح بقى الدور اللي هو الرول بتاع المركز التنفس دوت، ده يا جماعه هنسميه سنترال ميكانيك. هنسميه سنترال مين؟ ميكانيك. ده سبب منه دلوقتي. انا عايز اتكلم على البريفرال ميكانيزم. بتقول لي وضح لي يا دكتور يعني ايه بريفرال ميكانيزم؟ اللي هي مش في عندك حاجه اسمها عضلات الشهيق وعضلات الزفير بس، هم العضلات دي هي المسؤوله عن مين؟ عن الشهيق ومسؤول عن مين؟ الزفير. يبقى انا عندي عمليه الريسبيريشن عشان تتم محتاجه مصل. ما هي عضلات الشهيق؟ معلومات عامه ولا مفيش؟ دافرام. 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 و
حاجز ها external intercostal muscles. إذا المصل في الريسبيريشن ديافرام اللي هو عضلة الحجاب الحركي وحاجة اسمها اكسترنال انتركوستال مين؟ عضلات ما بين الطرقين عضلات خارجية في عضلات داخلية. إيه بقى إيه المصل اللي مسؤولة عن الريسبيريشن؟ هنلاقي حاجة بدل نقول يا جماعة اكسترنال هو مين؟ انترنال انتركوستال مصل و ابدومينال وول مصل ضمن الوول ماسل عضلات جدار مين؟ البطن حاجة اسمها ريكتس ابدومينس انتوا اكيد خدتوا قبل كده بس فيها يا جماعة دايما في اكسسوري كمان يعني ازاي؟ يعني ساعات التنفس ده يا اما يبقى ايزي نورمال ايزي ريسبيريشن اللي هو التنفس العادي اللي سيادتك قاعد كده مريح في ساعات هيبقى deep forced respiration يعني او deep forced respiration اللي هو تنفس عميق تنفس مين؟ عميق ده during مين؟ during exercise اثناء مين؟ exercise اثناء التنفس بتاعك هل التنفس بتاعك اثناء exercise زي اثناء الريست؟ يبقى اكيد اكيد اثناء الاكسرسايز يا جماعه بنحتاج مين؟ لقوه مسانده قوه مين؟ مسانده اللي بنسميها accessory ده في عندي عضلات مساعده لمين؟ الشهير برضه عضلات مساعده لمين؟ للزفير ولكن الزفير ده اصلا الزفير ده حكمنه اصلا في العالي بيبقى دسم يعني ايه؟ يعني التنفس العالي انت ما بتحتاجش عضلات زي ده يبقى انت مش هتحتاج اكسسوري بقى ده هم يعتبروا كانهم اكسسوري يعني ازاي؟ يعني عضلات الزفير يا جماعه ما بنستخدمهاش الا وقت الديب فورس ريسبيريشن اللي هو اثناء التنفس العميق اثناء الاكسرسايز لكن في النورمال عضلات الزفير لا تستخدم لا تستخدم خالص. ازاي يا دكتور؟ هقول لك دلوقتي اوضح لك بينما الشهيد ممكن يا جماعه نحتاج لمين؟ لعضلات مين؟ مساعده. العضلات بقى المساعده احفظها بس كده حاجه اسمها ستيرنو كلينوماستويد ستيرنو كلينوماستويد وعضله حاجه اسمها اسمها بكتيراليز ماينور وحاجه اسمها سكالين ماسل في الباك شبكه كده في السكابيولا يعني مش مهم تحفظ الاسماء اهم حاجه بس تعرف لي اسماء العضلات اللي هي البرايمري اللي هي الاساسيه اللي هي مين؟ اللي هي البرايمري واكسترنال انتركوستال ماسل. طيب وعمليه التنفس عمليه الريسبيريشن بلاقي عمليه الريسبيريشن بكررها المره الالفه اكتف بينما عمليه فيها مين؟ باسف. يعني ايه بقى اكتف يعني ايه باسف؟ هتقول لي اكتف مش عارف نشط بس مش عارف ما لهاش لغه اكتف معناها ان عشان يحصل يا جماعه الريسبيريشن طيب لابد من كونتراكشن الديافرام والاكسترنال انتركوستال بينما الاكسبيريشن بس يعني ايه؟ يعني الزفير يحدث بدون انقباض عضلات الزفير. الزفير يحدث بدون انقباض امال هيحصل ازاي؟ بارتفاع عضلات الشهيق فهمت حاجه؟ يعني عضلات الشهيق دي لما تنقبض تعمل شهيق ترتخي تعمل مين؟ يبقى العضلات بتاعت الزفير دي مالهاش مش ده في النورمال ايزي ريسبيريشن بنسميه نورمال ايزي كوايت ريسبيريشن او النورمال ايوبنيا اللي هو التنفس العادي. طيب تعالى بقى معايا بالراحه كده العضلات دي يا جماعه الاكسترنال انتركوستال دي والديفرام لا هي بتستطور سكيتال مصر على فكره طبعا سكيتال مصر سكيتال مين؟ مصر يبقى هيوصلها بقى هيوصلها اوتوماتيك ولا سوماتيك؟ الاعصاب ما تنطقش المفروض ده بيروح لسموث ماسل كاردك ماسل جلاند يبقى العضلات بتاعت التنفس زي يا جماعه سكيلتال ماسل اللي هي زي الدفان هيوصلها مين؟ سوماتيك نيورون سوماتيك نيورون اللي بيحصل في عندي ده السباينال كورد ده السيرفيكال ريجون ده تراتيك ريجون
لما تاخدوا ان شاء الله في الهاشمي هتلاقوا العصب اللي هو سيرفيكال او سيرفيكال 3 4 5 الاعصاب دي بتتجمع يا جماعه وبتعمل حاجه اسمها فرينيك نيرف. فرينيك فرينيك نيرف ده بيقول لي الدفان. يبقى عضله الدفان دي العصب اللي بيغذيها فرينيك. ده جاي منين؟ سيرفيكال. هل سيرفيكال ريجن ده يا جماعه هل في كده بطون؟ بطون هنا التراب؟ والثلاثة في نص الشكل؟ طيب أمال إيه الأعصاب اللي بتغذي بقى الإنتركوستال ماسل؟ اللي هو في حاجة اسمها لما تقول برضه أنا أسمع حاجة اسمها إنتركوستال نيورون أو نيرف. هي جاية من يعني من كل سجن يا جماعة بيطلع عصب من كل سجن من فراسك. فراسك 12 مين؟ 12 سجن. أنا عندي 12 مين؟ عصب اسمها انتركوستال نيورون او نيرف هي بتغذي الاكسترنال انتركوستال. طيب ماشي. طب هو العضله يا جماعه هل السيفا نوصل بيدير كونتراكشن لوحدها سبونتينسلي؟ طبعا لا. لازم مين؟ لازم نعمل سبيشال مين؟ العصب يا جماعه. ماشي. فاكرين في الاوتونوميك قلنا ايه الفرق بين الاوتونوميك والسكيلتال والسوماتيك؟ لو انقطع السوماتيك نيرف بيصعب يقول شلل. ماشي. طيب مهم انت معايا. فالاعصاب دي يا جماعه اللي هو الكريديت والانتر كوستا هي راحه لمين؟ دي لازم يجي لها لازم السنتر بتاعها ده او النيورون بتاعتها ديت لازم يجي لها مين تحديد يا جماعه؟ يجي لها اكتيفيشن. يجي لها اكتيفيشن منين؟ من مركز التنفس اللي هو الريسبيريشن سنتر. الريسبيريشن سنتر ده بينزل حاجه اسمها ديسيندنج تراك مسارات عصبيه هابطه. الديسيندنج تراك دي بتنبه مين؟ بتنبه الفريق وتنبه مين؟ الانتركوستال عشان يدير مين؟ يدير الشهيق. في حاجه اسمها مركز الشهيق ومركز التأثير جوه المركز التنفس بتاع الريسبيريشن سنتر. الكلام ده بعدين هنكمل. المهم بقى انا بقول لك ان العضلات دي مش هتنخبط بروحها يا جماعه. تفرموا مين؟ لازم يجي له شهادة مين؟ مركز مين؟ تنفس. مركز التنفس ده اللي هو قاعد فين؟ قاعد في المظلة مين؟ تمام. قول لي بقى ازاي بيحصل الشهيق؟ ازاي بيحصل الزفير؟ الراحة خالص. انت عندك اللنج مش موجودة كده بروحها. اللنج دي محاطة بحاجة اسمها ثوراسيك كيج. يعني ايه ثوراسيك كيج؟ العربية القفص الصدري. القفص مين؟ الصدري. ثوراسيك كيج اللي هو عبارة عن ريبس يعني ريبس وده اسمه ايه؟ ترمنال مش ترمنال. فقال لك علشان يا جماعة ندير انسبيريشن. انسبيريشن معناه ان عايز تدخل مين؟ دخل هواء جوه اللنج. دخل هواء مين؟ انا هبتدي العملية من تحت ازاي بتاعك؟ انت عايز تدخل هواء، عايز تدخل هواء، ماشي؟ والهواء يا جماعه بينتقل من الضغط الاعلى الى الضغط مين؟ الى الضغط الهواء الاعلى، الضغط الهواء مين؟ الاقل، ماشي؟ فانت عايز تدخل 500 مللي من الاير، منين؟ من الاتموسفير جوه مين؟ جوه اللنج. خلاص؟ انت افهم معايا، الضغط جوه اللنج يا جماعه هو الالبيولار بنسميه البيولار بريشر. بنسميه ايه؟ صعب معاه مش عايز حد ينام مش عايز حد يسرق. لان الكلام حدوته بعد كده يعني هيتكرر كتير. فاذا نمت مني دلوقتي مش هتبقى مني حاجه بعد كده. البريشر انسايد ذا البيولاي او انسايد ران اسمه اسمين يا اما اسميه البيولار بريشر او اسميه اتموس تنونر بريشر. تنونر مين؟ بريشر. طيب عظيم. طب الهواء ضغط الهواء الخارجي اسمه ايه؟ اتموسفيريك. اتموسفيريك بريشر واضح؟ طيب انت عايز تخلي الهواء يتحرك من الاتموسفير يخرج جوه اللنج يبقى تعمل ايه؟ قول لي معاك خلي الضغط اللنج اقل من ايه؟ يقوم الضغط ايه؟ دايما يا جماعه الضغط اللي هو قليل يشفط من المنطقه اللي بتضغط فيها مين؟
حاجة أو دايما معقول يا جماعة الفقير هيعطي الغني مهزلة بقى ولا الغني يعطي الفقير بقى يعني قصدي إيه؟ الضغط الأعلى يروح لمين؟ أو الأقل يسحب فأنت دلوقتي عايز تعمل إيه؟ افهم بقى عايز تخلي الضغط جوه مين؟ طعم هو طعم أقل مين؟ طيب أنا في علاقة راجل اسمه بويل بس مش هنقعد نقول لا بويل ولا مش بويل المهم في علاقه بين السعه والضغط او الفوليوم والضغط لما الفوليوم بيزيد السعه بتزيد الضغط مين والعكس لما الفوليوم بيقل طيب اذا انت عايز تعمل ايه دلوقتي انت عايز تدخل هواء يلا صحصح معايا قلت له والله انا عايز ازود الفوليوم بتاع مين اللهم عايز ازود الفوليوم بتاع مين اللهم علشان لما زود الفوليوم بتاع اللنج لما تتمدد الضغط جواه مين يقل يبقى الضغط جوا اللنج اقل من الضغط اللي هي يوم يعمل مين سكشن او سحب مين سحب من الهواء عظيم طب انت يبقى خلاص احنا اتفقنا دلوقتي يا جماعه انا عايز اخلي الانجولار بريشر اقل مين اقل من الاتموسفيرك عشان الهواء يفضل ماشي طب ازاي اخلي الانجولار بريشر قليل اعمل لون اكسبانشن او لون ديستنشن نعمل تمدد لمين؟ للرئه طيب ما الرئه ديت حواليها اللي هو القفص مين؟ الصدر اللي هو فرس مين؟ الكتش ولازقه فيه لذا يبقى انت عايز تعمل تمدد للقفص مين؟ الصدر وبالتالي لما القفص الصدر يتمدد نعم اللون سوف ايه؟ طيب القفص الصدر ده عايزين نخليه يتمدد في اي اتجاه في جميع الاتجاهات اول دايركشن يعني ايه اول دايركشن؟ الثراسيك كيرج يا جماعه اللي هو القفص الصدر انا عايز يزيد حاجه اسمها فيرتيكال دايركشن دايمنشن اللي هو اتجاه ايه؟ الراس شويه كده يا جماعه هنعمل بس الاتجاه الراس ده الفيرتيكال دايركشن ان انا اعمل كونتراكشن للجفان تم عضل مين صحصحوا معايا بقى عضل كده بالحاجه اول حاجه بالحاجه ده يا جماعه لما تنقبض تنزل لتحت لما تنزل لتحت السلم يبقى صح اتجاه الراس ده زاد ولا ما زادش؟ عظيم طيب انا عندي بقى عايز مين؟ عايز اللي هو سايد تو سايد او ترانسفيرس دايركشن وعندي كمان عايز الانتيرو والسلم اللي هو مين؟ الامامي مين؟ خلفي فازاي نزود اللي هو السايد تو سايد والانتيرو والسيرو ده بيتم عن طريق الريبس الدروع دي علشان نعملها حاجه اسمها انفيرشن انفيرشن يعني مين؟ انفيرشن يعني نطلع لبره انفيرشن يعني ندخل مين؟ يعني نعليها نعلي الريبس نعليها ناحيه مين؟ بره دي بتتم عن طريق مين؟ عن طريق اكسترنال انتركوستال طيب والانتيرو بالسيرو قال لك ازاي انا عايز السيرم ده يا جماعه يطلع لقدام شويه السيرم ده يطلع لمين؟ لما السيرم يطلع لقدام شويه الانتيرو بالسيرو ده هيزيد واحد يقول انا مش فاهم فاهمها لك دلوقتي فاهمها لك يعني ازاي سايد تو سايد اصل اللي مفهومه قوي اللي هي البيرفكت ليه مفهومه قوي؟ سهل بقول لك البيرفكت اللي هو اتجاه الراس ده ازاي يزيد؟ كل كونتراكشن جميله قوي لكن ازاي لعب بقى كده سايد تو سايد وانتيرو سيرو بنهلها كمان شويه المهم هو فراس الكيج انكريز ان اول دايركشن اول دايمنشن يعني عندما يتمدد القفص في جميع مين الاتجاهات يحصل لانج مين اكسبانشن لما يحصل لانج تاني انا بعيد تاني لما يحصل لانج اكسبانشن الضغط هو اللانج يقل يطلع مين بمقدار ماينس واحد بمقدار مين ماينس واحد يعني بصوا يا جماعه انا عايز اخلي الضغط جوه اللنج يبقى ماينس واحد سنتيمتر ووتر او مليمتر مركري هنخليها مليمتر مركري او سنتيمتر ووتر الاتموسفيريك بريشر كام يا جماعه؟ مش عارف الضغط الجوي كام؟ الثقافه العامه 670 600 وكام؟ ولا 760
Skrivelse av livet. Som er mest fin. طيب اللي متر متر او سنتيمتر وطن. طيب انتوا عارفين لما اقول لك الضغط هو الالفيولاي هيبقى ماينس واحد عشان ما نعرفش نوع الناس بقى حساباتهم جميله نقول 760 ماينس واحد يبقى 759 مفيش كلام خالص. احنا هنعتبر يا جماعه الاتموسفيري ده كانه صفر كانه مين؟ كانه زيرو. كلمة ناقص واحد دي مش ناقص واحد دي يعني ناقص واحد تحت الصفر. فهمت ولا لا؟ يعني الزيرو ده اللي هو 700 وكام؟ لما اقول لك الرولر بريشر ناقص واحد معناها اقل من واحد من الضغط الجوي، اقل واحد من الضغط الجوي، كان زائد واحد بلس واضحه. بلاش بقى نقول نحفظ مين؟ يعني الاتموسفير بريشر هنقعد نطلب مين؟ زيرو. هنقعد نطلب منه مين؟ صفر. طيب المهم دلوقتي الضغط جوه اللنج بقى اقل من ايه؟ الاتموسفير. اليوم ده يا جماعه يعمل رش يعني كول، يعني كول 500 مللي من الهواء. 500 مللي من مين؟ من الهواء. خلي بالك بقى فاهم معايا، تقول لي هو الهواء ده بيدخل لحد امتى؟ هو الهواء ده بيفضل يدخل. طبعا انت لما بتعبي اللنج الضغط جواها يزيد ولا يقل؟ يلا فكروا. الضغط يزيد. هو الضغط كان ناقص واحد بدأنا ندخل مين؟ هواء. فالضغط بدأ مين؟ بدأ يزيد جوه مين؟ جوه اللنج. لحد ما بقى مين؟ بقى صفر. هو ناقص واحد بقى صفر. بقى صفر يعني بقى مين؟ بيساوي الاتموسفيري. خلاص طالما الضغط هنا زي الضغط هنا الهواء ما عادش واضحه ولا لا؟ وانت خليك شكل بقى انا عايز اخرج الهواء، عايز اعمل سياتين. عايز اخلي الضغط جوه اللنج اعلى من بمقدار مين؟ بمقدار زائد واحد. انت حاجه سهله بسيطه وهنعكس بقى. تعالى معايا يبقى انا عايز تفهم بقى احتاج مين؟ ازاي يا جماعه الكروس ازاي الكروس سبب بيزيد في الاتجاه الراسي في النهج صح؟ انت ملخبطه في دماغك ازاي يعني الانتيريور سيركل دي وازاي حاجه اسمها سايد تو سايد انت عندك ده يا جماعه ده نسميه السترن صح؟ ده السترن ماشي؟ والريبس بتاعتنا دي ماسكه فين؟ ماسكه في السترن وماسكه من ورا في حاجه اسمها مين؟ فيرتبرال مين؟ مش عايزين السبانال كورد، السبانال كورد ده حاجه ثانيه. يبقى اذا ده منظر مين؟ منظر الريبس يا جماعه بيبقى كده بالمنظر ده. خلاص واضح؟ ده الريب اليمين ناحيه اليمين، ده الريب ناحيه اليمين اليسار، بتبقى دايما نازله تحت شويه. خلاص؟ لما العضله اللي هي الاكسترنال انتركوستال ماسل كده تاخدوها في الاخر ان شاء الله. الاكسترنال انتركوستال ماسل دي الكونتراكشن بتلاقي بص بتلاقي الريبس اترفعت لفوق. هي كانت كده. اترفعت لمين؟ لفوق. فالسايتوسايت زاد. واحد يقول لي انا مش فاهم. هي كده فهمت؟ بقى كده. كنت حاجه ولا عارفين الجردل؟ ما اسمهوش جردل صح؟ الدلو. برج الدلو، عارفين برج الدلو؟ الدلو ده مش بقى له هاندل له مقبض. ماشي؟ فاعتبر ان الربس ده يا جماعه ده الدلو اهو ماشي؟ والايد بتاعته كانت ايه؟ كانت بالمنظر ده صح؟ فانا رفعنا ايده في حاجه يعني خلي بالك السايد تو سايد اللي هو المسافه من هنا لهنا مش كده؟ تخيل بقى ان الايد دي اترفعت ده هتبقى ازاي؟ فبقى مين؟ نحاول لما اترفعت ايه اللي حصل؟ السايد تو سايد مين؟ زي سهلة؟ يعني برودكشن مين؟ اكسترنال انتركوستال. طيب تعالى بقى على مين؟ تعالى احكي لك الاسترنال. ازاي الاسترنال ده؟ الاسترنال ده يا جماعه بيترفع للامام والاعلى فورورد اند
ابيض. تيجي ازاي بقى الانسان البيض بتروح ازاي؟ قال لك عن طريق اللي هم العضلات اللي انت كنت اللي ماسك مش موجود عندك الكلمه دي يعني بس في الانتركوستال اللي هي في الريبس رقم 1 2 3 تنقبض وجاي رفع الايه؟ رفع الريبس رفع السنه ناحيه 2 فيزيد مين؟ الانتروسيستم. دي بقى انا فاهمها بيقول لك برضه دي هنشبهها بمين؟ احنا شبهنا عمليه السايد سايد ده بمين؟ بالهاندل باك هاندل اللي هو الايد بتاعت الايه؟ المطبخ بتاع الجردل او الدلك. في عندك حاجه اسمها بامب هاندل بامب زي المضخه عارفين انت سمعت حاجه اسمها ترومبه ط ل ب ب ترومبه ميه بتطلع ميه من تحت الارض ولا او مضخه ما هي بتسميها عندنا في مصر اسمها ترومبه 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 او مضخه ماشي بامب مضخه المضخه اللي بتطلع ميه دي بتطلع ميه ازاي؟ عارفين ولا لا؟ يقول لك اسمها حسن ولا حاجه اسمها ده دي بتجيب مين؟ وهنا في مين؟ عارفين المضخه ده عارفين ولا لا؟ خلاص فهمتوا؟ حتى دي بعدين تحت القرار مين؟ فوق يوم ينزل مين؟ ميه واضحه؟ طيب بص معايا ده بقى اعتبره الاستابل ده اعتبره مياه يا جماعه شباب ده اعتبره الاستابل خلاص يعني ناس تجاوب معينه اللي حصل بقى ان العضله اللي هو الريبس العضلات دي لما انقبضت في المهم الاكسن رفعت السنه لفوق فاصبح وضعه اصبح خلي بالك ده العرض اهو العرض ماشي خلاص ماشي بس الريبس ده تربع لفوق تربع يعني بقى مين؟ بقى كده بقى كده فايه اللي حصل بقى؟ لما تربع فوق اللي حصل؟ هو الانتيرو مين؟ ها؟ يعني ده كان انتيرو بالسيرو ده الانتيرو بالسيرو ده في الحاله الثانيه بقى مين؟ زاد ولا ما زادش؟ ما زادش من الحاله المهم المقبض المقبض الايه؟ المضخه ده اللي هو بيتوصل مين؟ الانتيرو سيرو والمقبض بتاع الجردل ولا الدم بيمثل مين؟ سايد تو سايد. طيب ازاي بيحصل تدريب؟ ازاي بيحصل مين؟ عشان يا جماعه يحصل اكسبيريشن ادوانس ادوانس يعني في مجرد في مجرد يا جماعه ان يحصل ريلاكسيشن دي الانسبيريشن وسط يحصل اكسبيريشن. اعكس معايا بسرعه اعكس معايا بسرعه عندما خلي بالك كان عشان يدير شهيد كان لازم راس كيب في اول دايركشن فيرتيكال عن طريق الدايركشن مين؟ دافران وسايد تو سايد عن طريق مش عارف ستيرن تشارتوسن تخيل بقى دافران بيرتفع دافران بيرتفع يعني ايه؟ يطلع لفوق يطلع لفوق يعني مين؟ فيرتيكال دايركشن اتجاه اللي هو الراسي طيب والاكسترن تشارتوسن مصر لما ترتخي حاجه ان المقبض اللي كان عالي فوق هينزل هينزل لتحت يبقى السايد تو سايد هينزل والاسترنم هينزل لتحت المهم يعني اول دايمنشن اول دايمنشن الفروس كيج بيقل لما بتقل خلي بالك الفروس كيج يا جماعه بيقل في جميع الاتجاهات خلي بالك وبيضغط على اللنج واللنج محبوس لها هواء بس الهواء ما خرجش يا جماعه انت عارف لما تضغط على بالونه وجواها هواء ضغط جوه مين؟ تضغط على بالونه جواها ضغط جواها زائد مين؟ واحد اذا الالفيولار بريشر اصبح اعلى من يؤدي الى رش او قصدي كش خروج الهواء خروج مين؟ الهواء واضحه؟ يبقى انا يا جماعه في عمليه الاكسبريشن مع عمري ما احتجت مين؟ ده ساعات بجيب رقص مع حاجه عمرنا ما بنحتاج لعضلات مين؟ الاكسبيريشن هي مين؟ هي الترم ده نحتاج لها في حاله دي فورس ريسبيريشن دي هو التخلص بعدين ناخد بريس كده شويه وبعد كده نكمل ان شاء الله.